الشباب يكونوا معطرين بالطبع، يعني الناس تعتبرين يمكن هي الوسيله الوحيده لسلم المشعل للجيل اللي راح جاي. تجربه مع شباب وان شاء الله عصير تكون عندهم تجربه كافيه باش يصير الامور بالسوء. لا الحبيبي لا بريء. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. نحن امام تحدي كبير من اجل استرجاع الثقه بين في مجتمعنا، وتحديات اقتصاديه واجتماعيه يجب ان نعمل سويا مع كل كفاءات الوطن، مع كل اطارات البلاد، مع كل المواطنين والمواطنات من اجل الخروج من هذه المرحله الصعبه. وانا متاكد بان ما يحتويه برنامج السيد الرئيس يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا.